بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. عندما يذكر المسجد الأقصى المبارك فقد تتبادر للأذهان مباشرة صورة مسجد قبة الصخرة المشرفة، لكن مسجد قبة الصخرة هو أحد المساجد داخل المسجد الأقصى، والذي تصل مساحته إلى 144 دنماً، وهو كل ما دار حوله سور المسجد، ويشمل عدة مساجد ومصليات ومآذن وقباب ومصاطب ومرافق أخرى. المسجد الأقصى المبارك في الواقع مجمع معماري كبير يضم أجمل المباني الإسلامية العربية، والتي منها قبة الصخرة والجامع الأقصى ومجموعة من المدارس، أشهرها المدرسة الأشرفية التي اعتبرت الجوهرة الثالثة في المسجد الأقصى المبارك. نحن نتحدث عن مكان حي مستمر في العطاء الحضاري والبعث الروحي والسكينة، بالإضافة إلى ما يمثله من طراز معماري يجمع مدارس الفن الإسلامي المعمارية عبر الزمن. يحيط بالمسجد الأقصى سور به 16 باباً، منها أبواب مفتوحة وأشهرها الأسباط وحطة والمجلس والسلسلة وباب القطانين، وأخرى مغلقة ومنها الرحمة والتوبة والبراق والباب المزدوج الذي يقع تحت جامع الأقصى. ويعتقد أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم دخل منه ليلة الإسراء والمعراج. في المسجد الأقصى عدة مساجد ومصليات. هذا جامع الأقصى ذو القبة الرصاصية، ويعرف أيضاً بالمسجد القبلي. تحته يقع مصلى الأقصى القديم من الفترة الأموية، وهذا المصلى المرواني، وهو أكبر المصليات المسقوفة من حيث المساحة. وهنا مسجد البراق، ويقع بمحاذاة باب المغاربة. منه ننتقل إلى الجهة الأخرى حيث يقع مصلى باب الرحمة. وحول مصلى باب الرحمة اندلعت في السنوات الأخيرة مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، حيث أغلقه الاحتلال مرات عدة ومنع الصلاة فيه، وقد عبر الفلسطينيون عن خشيتهم من تحويله إلى كنيس لليهود ضمن مخططات تقسيم المسجد الأقصى. والآن نتوجه إلى مسجد قبة الصخرة المشرفة، وفي داخلها يظهر رأس الجبل الصخري، حيث صلى الرسول الكريم فيه إماماً وعرج إلى السماوات ليلة الإسراء والمعراج. كانت هذه جولة قصيرة في أولى القبلتين وثالث المسجدين الذي يشد المسلمون الرحال إليه. أما هنا فيظل المسجد الأقصى القبلة الأولى للرباط والوجدانية. نجوان سمري، الجزيرة، من باحات المسجد الأقصى المبارك، القدس المحتلة.